ولا تفتي يا أخي، الفتوى لها كبار العلماء، وأنت تقول الله أعلم. اليوم كنت أذكر للشباب مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، أكثر مكان انتشر فيه مذهب الإمام مالك أي في المغرب العربي. لماذا؟ في المغرب العربي والإمام مالك كان أي في دار الهجرة في المدينة النبوية. لماذا انتشر علم الإمام مالك في المغرب العربي؟ لأن أرسلوا أسئلة للإمام مالك، أسئلة كثيرة، أجاب على أكثر أسئلة بقوله لا أعلم، الله أعلم. فعرفوا أن هذا عالم لا يفتي بغير علم، يخاف من الله فأحبوه. واليوم بعض الناس يفتي حتى قبل أن يسأل، خاصة في من يستفتي اليوم جوجل، وبعض الناس حتى يسميه ايش؟ الشيخ جوجل. يقول جوجل يا اخواننا زنديق بالعربي، يعني بالعربي يقول عندنا صح، يعني بالخلاصة جوجل زنديق. ايش تريد من جوجل؟ لو تكتب لجوجل الأدلة على أن إبليس في الجنة يذكر لك الأدلة، الأدلة على أن إبليس في النار يكتب لك الأدلة، الأدلة على جواز أكل الربا يخرج لك مجلدات. إذن هو زنديق. وبعض الشباب ذكي، إيش يريد؟ يريد المعاملة حلال. إيش يكتب؟ جواز شرب الخمر، يطلع على جواز شرب الخمر والأدلة. صدق والله، لأنه يستفتي من؟ جوجل زنديق. ولا يمكن إخواننا أن نستفتي إلا من نثق في ديني وعلمي. إمام عالم تثق في ديني وعلمي تأخذ بقوله، أما تأخذ بقول جوجل الله المستعان. نعم، عمركم سمعتم أن أحد تخرج من مدرسة جوجل وأصبح عالم فيه، أو مدرسة واتساب أو تليجرام؟ لا، هذه فقط يعني أشياء قد تساعد وقد لا تساعد. العلم مكان المساجد، مكان الكتب، ليس هذه مساعدة، لكن لابد تأخذ الكتاب والدفتر وتكتب وتراجع وتحفظ وتجلس تثني الركب كما صنع السلف إخواننا. نعم.